تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على أهمية الحرص على تقديم الخدمة الحكومية للمواطنين بأعلى جودة واستمرار التطوير والتحديث وصولا إلى التميز بما يعزز من ثقة المواطن في الخدمات الصحية. وإعلان سموه عن في خلال المؤتمر الحكومي 2019 عن إطلاق مركز الجينوم الوطني، دشنت سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح مركز الجينوم الوطني، وذلك صباح اليوم بمبنى الفاتح بمجمع السلمانية الطبي. قالت الوزيرة الصالح إن المركز سوف يسهم في الوقاية من الأمراض الوراثية وتطوير أدوية فعالة لمعالجها، مما يساعد على توفير حياة صحية ووقائية من الأمراض للأجيال الحالية والقادمة، مؤكدة على التزام وزارة الصحة بتنفيذ التوجيهات التي أكد عليها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء للقطاعات المختلفة بهدف زيادة وتيرة التقدم، فيما ينعكس على تحقيق المزيد من المنجزات التنموية للمملكة وأبنائها. بينت وزيرة الصحة بأن خطوات إنشاء المركز تم البدء بها من العام الماضي في سياق دعم الحكومة للعلوم الصحية المبتكرة الدائمة على العلاج الجذري الوحيد من الأمراض الوراثية التي تواجه المجتمع البحريني. أشارت الصالح إلى قيام وزارة الصحة باتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لإنشاء المركز، حيث بدأت الخطوات الفعلية في إنشاء البنك الحيوي لتخزين العينات الحيوية، وذلك في مجمع السلمانية الطبي التابع لوزارة الصحة ليكون مركزا رائدا في المنطقة.